ذهب ذهب شمس شمس أبي أبي يوم يوم عالجني عالجني يا طبيب طبيب يا حبيب هذا بطني يؤلمني والألم يعصرني عالجني عالجني يا طبيب عالجني عالجني يا طبيب طبيب يا حبيب هذا بطني يؤلمني والألم يعصرني عالجني عالجني يا طبيب الغذاء المفيد حمزة وكنزة ويزة ثلاثة أطفال يتجولون في الغابة بين الأشجار أحسوا بالجوع والتعب ولم يكن لديهم ما يأكلونه ناموا تحت ظل شجرة كبيرة وإذا بشيخ بلحية بيضاء يوقظهم قال لهم لا شك أنكم جائعون عندنا في الغابة ما تشاءون فاطلبوا ما تشتهون قال حمزة أريد دجاجة مشوية وقالت كنزة أريد سلة فواكه شهية وقالت يزة أريد حلويات لذيذة حمل الشيخ من كوخه ما طلبوه صاحت كنزة ويزة ما أشهى دجاجتك يا حمزة رد حمزة سآكل دجاجتي كي تزداد قوتي وما ألذ فاكهتك يا كنزة وما أحلى حلوياتك يا يزة عندئذ قال الشيخ لو تشاركتم وأكل كل واحد منكم من طبق الآخر لكان غذاؤكم متنوعا ومفيداً.